قتل ابنه عشان قال له قوم اكنس ونظف الشقة، والواد قال له حاضر وما قامش ولا نظف ولا كنس، قام مات. تصدق ان انت ممكن تموت عشان ما تكنسش الشقة؟ ده اللي حصل للأسف، هي دي الحقيقة. قصتنا النهاردة كالعادة قصة بشعة، كالعادة قصة مأساوية بتوريك الجانب الآخر من الحياة. حابب ان انا احكيها لك في هذا الفيديو. ما تنساش الاول تلايك وتشير وتشترك في القناة، واسمع مني ايه اللي حصل مع محمد الولد الصغير الضحية في محافظة المنوفية. اب شغال سواق توك توك، منفصل عن مراته وعايش معاه ولاده. احد ولاده دول اسمه محمد، طفل صغير. صحي الاب من النوم قال لهم نظفوا الشقه، قوم يا محمد الشقه فيها تراب قوم اكنس. قال له حاضر يا بابا وما قامش كنس. الاب اخينا سواق التوك توك اتضايق انه ازاي يقول لمحمد قوم اكنس ومحمد ما يكنس. قام جاب الخرطوم، خد بالك بقى الخرطوم ده الضرب بتاع زمان، يعني اللي بيسمع الفيديو دوت وكبير في السن شويه زي حالاتنا كده هيعرف ان زمان الاسواعة الخرطوم دي كانت لسوعه بنت لذينه يعني. قام راح جاب الخرطوم ونزل ضرب في محمد ابنه الصغير في كل انحاء جسمه وعلى دماغه وعلى جسمه وعلى ايده، دب 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 دب، وخلاص يا بابا يا بابا خلاص يا بابا خلاص والله العظيم انا هقوم، طب خلاص وما اعرفش ايه. المهم فجاه الواد قام ايه قطع النفس. تصور الاب واخوه التاني اللي كان موجود ان هو اغمى عليه من كتر الضرب. الواد اخوه من الخضه جري على عمه ساكن جنبهم في نفس الشارع في المنوفيه عشان ينده، قال له الحق اخوك اللي هو ابوه يعني بيموت اخويا واخويا اغمى عليه ولا ايه، تعالى الحق شوف. طيب راح جاب عمه، جه عمه اسمه جمال صبري وكان رايح يصلي الظهر، هو راح جابه وجه على طول. لقوا ان اخوه لما كان بيستنجد بيه وبيقول له الحق ده بيضرب اخويا واغمى عليه، راح المنزل لقى محمد الصغير اللي ابوه كان بيضربه من الخرطوم فارق الحياه. يعني راح البيت في الفترة اللي اخوه راح ندهله فيها وجيه عمه، لقى الاب موجود في ايده الخرطوم والوضع على الارض مش مغمى عليه ولكنه ميت. تصور لما اب يقتل ابنه حتى لو من غير قصد زي الحكاية دي، لان اكيد مش قصده يقتله بالخرطوم اكيد، بس هو ده مبرر عشان بيقول له اكنس وهو ما كانس. بص البني ادمين بتروح في ايه، بص الضحيه اللي هو محمد الولد مات علشان ايه السبب. شفت الاعتداء الوحشي من الابهات ولا الامهات لما بنشوف هنا، وبقول لكم قصص وجرائم كتير، ممكن ازاي الاذى النفسي والجسدي يوصل ان انت بتضحي بابنك وبيموت لمجرد ان انت بتضربه. هو ده اللي حصل مع محمد. طبعا جري بسرعة عمه اللي هو اخو الاب، راح بلغ عليه هو وابنه، وطبعا في النيابة وهما بيحققوا قال له ان هو معتاد الضرب علينا وضربني انا واخويا قبل كده، هو اخوه تاني بقى بيضربني انا واخويا على طول، واخويا لما وقعنا فوقه بالمية افتكرناه مغمى عليه، كنا فاكرين ان هو ما ماتش لكن لقيناه ان هو توفى من كتر الضرب والخضة والخوف من ابويا اللي ضربه بالخرطوم. والخلاصة احنا عايشين في وسط ناس اسمهم بني ادمين وشكلهم بني ادمين وهم ما يستاهلوش خالص هذا اللقب او التصنيف ان هو بني ادم لحم ودم وشعور ومشاعر. اي اب ممكن يوصل للغل بيه علشان كنس، تضرب ابنك بخرطوم لغاية ما يموت وهو بيستوسل ليك، خلاص كفاية يا بابا كفاية يا بابا. قصة غريبة وموضوع غريب، وبقولها لكم دايما من منطلق العبرة يا جماعة، مهما كان غضبك ومهما كان الموقف، خلي بالك في لحظة لما الشيطان بيتملك منك ممكن يجيب مصيبة أكبر، وهو ده اللي حصل في قصة أخينا سواق التوك توك يعني. فربنا يحفظ الجميع، ولموا ولادكم في حضنكم مهما يكون، والولاد كمان تبقى مستوعبة شكل الموضوع، لأن أعتقد إن البيوت المصرية متشخبطة في مشاكل كتير جدا، والمجتمع بقى فيه جرائم ما كناش بنسمع عنها لكن للأسف بقت موجودة. ربنا يرحم محمد وابوه راح السجن، واخوه ابوه مطلق امه وهيعيش لوحده مع عمه، ادي العيله عشان ايه؟
كانست مقشه.